نظم المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء ندوة بعنوان ميليشيا الحوثي مسيرة إرهاب، استعرضت انتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. انتهاكات جسيمة وجرائم يندى لها الجبين ترتكبها الميليشيات الإرهابية الحوثية بحق الإنسان اليمنية. ندوة نظمها المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء بعنوان الميليشيا الحوثية مسيرة إرهاب. استعرض المتحدثون في الندوة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في تدمير المساجد والمنازل وارتكاب جرائم القتل والتنكيل. الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات إيران الحوثية الإرهابية، وعندما نقول أنها جرائم نستند إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي دستورنا وفي القوانين الدولية، أن محافظة صنعاء من أكثر المحافظات التي احترقت بنار هذه الجماعة المجرمة، سميها مجرمة، سميهم قتلة، سميهم إرهابيين، سميهم ما تشاء. كل أفعال السوء قاموا بها. ما من عمل سوء يكرهه الناس في الإسلام ولا في الجاهلية فقد فعلوا، فإننا نعلم ذلك جميعا كيف يسعون ويسبون صحابة رسول الله، وتسمعوا خطباءهم ويتكلمون في المنابر ويسبون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبا بكر وعائشة أم المؤمنين وأبا هريرة وكذلك كتاب القرآن الكريم. مسيرة الدم والدمار للميليشيا الحوثي الإرهابية شملت كل مقومات الحياة وكل ما هو جميل في وطنية. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.